عايزين نبتدي الحكايه من الاول بقى. الحكايه كابتن عزت ابو روس من مواليد امبابه. تمام صح كده؟ تمام. فكرنا بقى لو تفتكر بقى الحكايات الحلوه في امبابه وكره الشراب وبدايتك مع الكوره. انا ابتديت الكوره بكره الشراب زي اي لاعب كان بيلعب في الفتره ديت، وكنت بلعب في المدرسه، وبعدين كان في مش نادي، هو كان في اوضه كده وكان فيها الكابتن عمر شندي ده نجم نادي الزمالك، ده منتخب مصر. اه. واخوه عبد الرحيم شندي برضك كان بيلعب في الزمالك. اه. وحسين عبد الشافي ده برضك يمكن كابتن مصر والسكه الحديد. دول كانوا يعني بيجمعونا احنا في الحته دي، وكان قدامنا ملعب بتاع ملعب المعلمين. فكنا بننزل نتمرن ونلعب، وكان ياخدونا بقى نلعب في الالعاب، نلعب في حته تانية مع بعضهم، وانا لسه كنت في الاشبال لسه صغير. وفي يوم بقى جالي انور صلاح. طبعا كان لعيب النادي الاهلي وكان مدير وكان مدير النادي في يوم من الايام. وقال لي كابتن عمر بيقول بدل ما احنا بنلعب كده في الشارع، ايه رايكم تروح النادي الاهلي؟ فكانت مفاجاه لينا، هو زملكاوي. فكان من حظنا يعني. فروحنا، كانت سنه 50. كنا عندنا 13 سنه. كان عندك بقى 13 سنه. كان في هناك الدكتور ممتاز. مدرب جميل طبعا. جميل. يعني هديك مثل كان قالوا علينا، يقول لك خد زميلك معاه كوره اكنها عقربه. فعاوز حد ينقذه، فخده مكان اسمه اسعد الاوقات. ايه مكان اسعد الاوقات؟ قال لك انك تاخده مكان يقدر يشوفك من مصيرك في الكوره. حلو قوي المصطلحات. قوي قوي كان جميل. الحمد لله. وبعد كده طلعنا في الفريق اللي بعده 18 سنه، كان في حسين كامل. وبعدين طلعنا على الفريق الاول، ودي بقى في مدربين كتير قوي. لا البدايه وانت في الناشئين، وانت لما دخلت النادي الاهلي 13 سنه ولعبت 18 سنه وكل الاعمار السنيه، مين اللي شافك ورشحك للدرجه الاولى وقتها؟ لا ده هناك كان الحقيقه اللعيبه الكبار بتوع الفريق الاول. ايوه دي مهمه جدا. احنا كان تقريبا في اوضه واحده او في اوضتين جنب بعض. فكانوا بيشوفونا ويقابلونا ويشجعونا جدا جدا. كان هو ملعب مختار التتش يعني دلوقتي. هو بس الملعب الوحيد في النادي الوحيد اللي بنتمرن فيه كل الناشئين والدرجه الاولى كله 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 فيه. فكان فعلا اللعيبه الكبار انا يعني كان فيهم مكاوي يعني. ده من ضمن الناس اللي هو كان دايما يشجعني ويتوقع ان انا هبقى لعيب كوره. يعني مكاوي. وبعدين معظمهم توتو. برضك من الجيل القديم قوي. سيد صالح من الجيل الاقدم يعني. الدوزغي. كان مجموعه طيبه جدا استفدنا منهم. وكان الواحد سعيد ان يلعب جنبهم يعني. فالحمد لله يعني. فاكر بقى اول مكافاه لما دخلت النادي الاهلي وانت 13 سنه مكافاه في الناشئين؟ لا مش مكافاه. احكي لك حكايه. اول فلوس خدناها. كنا بنلعب اظن في المانيا او حاجه، وفي القطر واحنا راجعين. انا كان معايا برضك زميل ليا اقدم مني في الجيش، كنت انا ملازم اول يمكن، وهو كان نقيب. وقاعدين في الاخر لوحدينا كده غلابه مع فرقه كبيره بقى. فلقينا الله يرحمه عبد البقال ماشي بيطلع فلوس ويدي اللعيبه. احنا طبعا اتسمرنا في الكرسي. طب هنعمل ايه؟ هنقول لا يعني كانت حاجه مفاجاه لينا. فجه ادى كل واحد 50 قرش، قال لك عشان تاخد تاكسي وانت مروح. حلو قوي. يعني دي اول فلوس خدناها من الاهلي. كان 50 قرش. 50 قرش عشان ناخد تاكسي. حضرتك وانت بتتكلم دلوقتي يعني الكابتن عزت ابو روس يعني ما اتكلمش كتير عن الفتره هو لعب فيها، فدي كلام مهم جدا من النجم الكبير الكابتن عزت ابو روس. الجيل بقى الذهبي حضرتك لما طلع الدرجه الاولى كنتوا راكبين في القطر بقى. مين النجوم اللي كانوا موجودين في الوقت ده؟ ما انا زي ما اقول لك في انا مر عليا اكتر من جيل. سواء جيل اللي قبليه او اللي قبل اللي قبليه. وفي جيل بعديه وبعد اللي بعديه. فالجيل الاولاني خالص زي ما قلت لك كان في توتو. في عبد الجليل الدوزوي، سيد صالح. شريف الجندي. سيد صالح كان هداف كبير قوي ده، شويط ايه من نص الملعب يعني. ما شاء الله عليه. طب الجيل بتاعك كان الجيل بتاعي الاساسي. ايوه اللي احنا لعبنا كان في طارق وجهري وانا، دول احنا طالعين مع بعض مع بعضينا. وانضم معانا بقى بعد كده رفعت وطه واسامه يوسف وميم عبد الحميد وفؤاد ابو غيضه مروان. كان في في طه مذكور قبليهم الحقيقه. كان من الجيل اللي قبليهم. من الجيل اللي قبليهم.
وكان في رفعت الفناجيري طبعا المعلم المهندس يعني ده لعيب لا يعوض. طيب الكابتن رفعت الفناجيري من العلامات الكبيره في تاريخ الكره في مصر مش في النادي الاهلي بس. ده انا بقول لك كان ميزاته مش موجوده في حد. اولا بيحضن على الكوره بطريقه لا يمكن حد يقدر ياخدها. اثنين انه شايف الملعب كويس قوي. ثلاثه ان هو عنده القدره في ان يمرر لك الكوره بالمقاس. وياما كان بيدي المقاس ده لطه اسماعيل. يعني ما شاء الله عليه رفعت مخه كوره الحقيقه وشويط من احسن اللعيبه اللي شفتها في حياتي. لا انا اعتقد ده يعني من الاجيال بتاعتنا احنا. قبل انا ما شفتهمش. لكن الاجيال اللي احنا لعبنا فيها انا بعتبره مميز جدا. يعني كان سابق عصره يعني. كان سابق عصره. طب اول مباراه مع الدرجه الاولى كانت رسميه بقى؟ والله انا مش فاكر لكن انا فاكر مدام يعني احتمال لما كنت في كليه حربيه ما كنتش بطلع اتمرن. لان بروح على الماتشات على طول. بروح على الماتشات. لا ما بروحش على الماتشات لانه هياخدوني يعني كده. لا يعني ما كنتش بطلع اتمرن لكن كنت بلعب في الكليه وكان في مسابقات وكان الله يرحمه اللي هو علي زيو المسؤول عنا. فكان بياخدنا نعمل مباريات خارجيه. فانا فاكر ان هم بعتوا اظن عبد الله يرحمه اتفرج على ماتش عندنا والزهر قال لهم لا فت وجاهز. فطلبوني كان ماتش الزمالك. يعني كان وينج ليفت. كنت وينج ليفت. طب تفتكر مين كان في جيل الزمالك وقتها؟ لا كان في ياكن. كان حسين الكبير. كان في ياكن والدالي وشريف الفار. العلاقه كانت بين نجوم الاهلي ونجوم الزمالك. انا هوريك صوره ما تيجي يعني نشوفها كده. هتلاقي قدام الاهلي والزمالك مع بعض وبنلعب ماتش ودي قبل ماتش تكريم اظن. كانت علاقه طيبه جدا جدا جدا. وياما يعني مثلا مصطفى رياض كان دايما في النادي الاهلي. مصطفى رياض ده نجم الترسانه. الترسانه كان دايما بيجي في النادي الاهلي. لا علاقتنا كانت طيبه وكان الجمهور حتى انت فاكر الجمهور كان بيقعد مع بعضه. حقيقه في اكتر من كده ايه. لا دي افضل زمن. كانت العلاقه دي بتروح للجمهور عشان اللعيبه. اكيد شايفين اللعيبه من البدايه. وفي احترام الاجهزه بتحترم نفسها. وبالتالي اللعيب بينطبق عليه نفس الكلام بتاع الكلام والجمهور في نفس الطريقه. فكان جو جميل الحقيقه. حضرتك لعبت مع الكابتن صالح سليم كتير. طب كلمنا برضو عن الكابتن صالح. كان شوف شخصيه وكان شوف صالح. يعني في كتير قوي ما يعرفوش. وخصوصا لما كان بيلعب. يعني لما كان بيلعب كانوا فاكرينه انه شرس والاخر. لكن هو كان حبوب. وكان الناس كلها بتحبه وكان محترم ويحترم الاخرين. اثنين انه كان بيوجهك. قائد برضو في قائد في الملعب شخصيه في الملعب. ويشد من ازرك يعني. الله يرحمه كان شخصية جميلة جدا.